الوجهة المقبلة إن شاء الله، والتلاقح ما بين الشركات اللي راح تكون بشراكة مع وزارة الصناعة والمعادن، ومن ثم نعرف الحد الوصول حاليا إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا. أكيد هذا فرصة كبيرة للقطاع الخاص من أجل المشاركة مع القطاع العام، مع شركات وزارة الصناعة والمعادن والنهوض بالصناعات الوطنية. القطاع الخاص مهم جدا لأن إمكانياته كبيرة جدا، ونحن كقطاع عام شركات حكومية تابعة لوزارة الصناعة والمعادن أطلقنا هذه، يعني برعاية معالي وزير الصناعة والمعادن، هذه الفرصة الكبيرة، هذه المشاريع اللي تجاوزت 90 مشروع في مختلف التخصصات الصناعية. في حقيقة فرصة للقطاع الخاص أنه يشارك بهذه الفرص الاستثمارية، خصوصا هناك دعم حكومي كبير وواضح، وفقط أعتقد حضور دولة رئيس الوزراء وإلقاء كلمة وتبني لهذا المنتدى الكبير أعتقد يعطي رسالة واضحة إلى كل المستثمرين أنه العراق بخير والصناعة بخير، والآن مشاريعنا واضحة وشفافة وتعلن للملأ، وكل المستثمرين بإمكانهم يقدمون ويستثمرون، وأيضا هناك ضمانات سيادية تقدمها الدولة لهذه المشاريع. ممكن كل شراكة مع الحشد والصلب يعني مستقبلا؟ نعم، احنا لدينا 4 فرص معلنة الآن بالمنتدى، واكيد ممكن تكون شراكه، واحنا ساعين للشراكه مع القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص لديه امكانيات كبيره، وكل الدول المجاوره والدول الاخرى ودول العالم لم تنهض الا بالمشاركه مع القطاع الخاص.